علاقتك كانت ايه بالكابتن صالح سليم؟ لا ما كنت كابتن كابتن صالح حاجه نموذج ربنا يرحمه يعني. معلش مش حاضر ارد رد سريع، انما دي شخصيه متفرده من اللي انت اللي برضه اللي انا عايز اقول انك انت تقدر تتعلم منها. ازاي تتعلم ان الواحد يبقى هو خلاص هو قطر مجريزي يعني ماشي في سكك ومش هيحيد عن اي حاجه. اكيد كلنا طبعا تعاملنا معاه. الكابتن صالح طبعا انا اذكر معلش انا اذكر واقع كان الكابتن ربيع ياسين كان الكابتن صالح رئيس النادي الاهلي والصالح سليم طبعا. فجاي ربيع بيقول له يا كابتن قال له اتفضل وراح صاحب ترابيزه وقاعدين في الجنينه كده فانت داخل من البواب فبقول له ايه يا ربيع قال له حصل كذا وكذا قال له مدير الكوره كل واحد في تخصصه. ايوه ما هو ده درس طبعا. ولو صالح سليم قال اللي هيقوله هيمشي انما هو خلاص عمل ده كان متمسك جدا بالاداره وبالنظام وبالالتزام. مفيش حاجه اسمها ان انا رئيس نادي رئيس نادي هناك ان انت فوضت ناس ما تتدخلش بقى بشغله بقى عشان كده النادي الاهلي بتطلعوا من النادي بس لا هي اداره يا كابتن. طيب